السلام عليكم، وياكم دكتور محمد حسين. بهذا البرزنتيشن ان شاء الله راح اتكلمكم عن anatomy of the heart in a practical point of view. اقصد practical point of view يعني هنستخدم العينات البلاستيك اللي موجوده بالمختبر، شلون تدرس عليها وشنو الامبورتنت ستراكشرز اللي ممكن تشوفها واللي ممكن تجيك بالامتحان العملي. بالبدايه العينات اللي موجوده عندنا هي هذه اربع عينات، اغلبها متشابهه بالشكل فقط الحجم مالتها وبعض التفاصيل الداخليه. عاده راح استخدم هذا البلاستيك موديل حتى اشرح بها عن التفاصيل، خصوصا التفاصيل الداخليه تكون اوضح من البقيه. الهارت انتوما هارت صح هو شويه صعب وراح تشوفون مصطلحات جديده، بس بنفس الوقت هو ممتع وشيق. بالبدايه لازم تتعلم كارديو اورينتيشن يعني بوزيشن اوف ذا هارت وذين ذا ثوراسيك كافيتي، وشنو هي الشامبرز، وات از ذا انتيرير، وات از ذا بوستيرير، وات از اون ذا رايت، وات از اون ذا ليفت، اند سو اون. من راح تقرا الهارت يقول انه الهارت هو بايرامدال شيب يعني هرمي الشكل، وكنا نعرف انه الهرم عنده بيز قاعد عليها وعنده ابيكس للاعلى. الهارت ايضا عنده بيز قاعد عليها وعنده ابيكس للاعلى. اللي صار انه كانما هذه الهرم سقط ارضا على وان اوف سايز، على واحد من الاوجه مالته، ولذلك صارت البيز بوستيريرلي وهو قاعد على وان اوف سايز مثل هالشكل. هذه الصوره ماخذينها من جريز اناتومي، وهذه هي البلاستيك موديل صورتها لكم حتى نشوف ندرس عليها. مثل ما تشوفون انه البيز صارت بوستيريرلي والابكس صارت انتيريرلي انتو ذا ليفت، وقاعد سيتنج اون وان اوف السيرفيسز، هو قاعد على الدايفرام، ولذلك هذا السيرفيس نسميه دايفراغماتيك سيرفيس. هسه راح نجي للسيرفيسز اوف ذا هارت. هذه المعلومات اللي راح احكيكم اياها الاثنين مهمه جدا، لازم تحفظها. حاول توقف الفيديو وتسوي تصور هذا الشيء وتحفظه ايضا بنفس الوقت، وبعدين تكمل حتى تسهل عليك الامور. اولا the ventricles are anterior and slightly inferior to the atria، يعني left and right ventricle هذه RA right atrium، هذه left atrium، هذه right ventricle، هذه left ventricle. The ventricles صايره anterior و inferior، الاتريوم اعلى والاتريوم للبوستيريور سايد، وهذه باتجاه الانتيريور سايد. النقطة الثانية الرايت تشامبرز نقصد بها الرايت اتريوم والرايت فنتركل اون ذا رايت، اكيد لان اسمها رايت، بس بنفس الوقت هي صايرة انتيريور تو اند سوبيريور تو ذا ليفت تشامبرز، يعني الرايت فنتركل صاير انتيريور شوية سوبيريور تو ذا ليفت فنتركل. مثل ما تشوفون اغلبية من الباء انتيريورلي راح نشوف الاغلبية هي رايت فنتركل، بس من الباء من الانفيريور سيرفيس راح نشوف left ventricle واصل لهنا تقريبا، مفتر الهارت شويه. ونفس الشيء بالنسبه للرايت اتريوم، هو صاير anterior و slightly superior to the left ventricle left atrium، واكيد هو on the right side. Now external sulci. Sulci هي جمع sulcus، والsulcus هو groove صاير على ال external surface of the heart. هذا الجروف راح يتقسم لنا الهارت into parts and chambers. عندنا coronary sulcus، عندنا anterior interventricular sulcus بين الventricles و posterior interventricular sulcus. هسه راح نشوفه. هذا anterior view، هاي posterior view للهارت. هنا هي coronary sulcus يفصل لنا الاتريا من فوق عن الventricles من جوا. نفس الشيء هذا يفصل الاتريا عن الventricles، هاي من الانتيريور او البوستيريور، مفتر دائما يدور الهارت، شكله شكل بالضبط كانما مثل تاج مخليه عليه، ولذلك سميت coronary sulcus. عندنا anterior interventricular sulcus صاير anteriorly يفصل الرايت فنتركل عن الليفت فنتركل، وعندنا posterior interventricular sulcus صاير posteriorly يفصل الليفت فنتركل عن الرايت فنتركل. اذا coronary sulcus anterior interventricular posterior interventricular sulcus. Now surfaces of the heart. The heart has five surfaces. الانتيرير سيرفيس صاير ان فرونت اللي تشوفه قدامك، هذه العينه بلاستيك مدام موجوده عندنا بالمختبر، وهذا الهارت انا رهمته قعدت عليه بالحقيقه هو ما تابع له لان حتى اكبر شويه. عند انتيرير سيرفيس ان ريليشن تو ستيرنم اند كوستال كارتليج، ولذلك سميت ستيرنو كوستال سيرفيس. عند انفيرير سيرفيس ان ريليشن تو ذا دايفرام قاعد على الدايفرام اللي سميناه دايفراغماتيك سيرفيس. وعند البيز صايره بوستيريور اللي مثل ما قلنا هو سقط وصار الابكس انتيرير والبيز بوستيريور، هذا نسميه بوستيريور سيرفيس اور بيز بوستيريور اللي منها بنشوفه من الخلف. وعند ليفت بالمونري ان ريليشن تو ذا ليفت لانج، وعند رايت بالمونري ان ريليشن تو ذا رايت لانج، رايت بالمونري اند ليفت بالمونري سيرفيسز. الانتيرير سيرفيس فورمد باي ذا رايت فنتركل،
جزء من الرايت اتريوم وجزء من الليفت فنتركل. إذا أغلبية الـ anterior surface هي formed by the right ventricle، لأن قلنا الـ right ventricle صايرة anterior to the left ventricle. الـ inferior surface أغلبية الـ inferior surface formed by the left ventricle وشوية من الـ right ventricle. الـ posterior surface or the base formed by the left atrium جزء من الـ right atrium، بالإضافة إلى الـ veins الـ major veins هي superior vena cava inferior vena cava and pulmonary veins، اللي هذه superior vena cava جزء من عند الباير هنا هذه، وهذا هو الانفيرير فينا كيفي، وهذه هي الرايت بالمونري فينز، وهذه هي اللفت بالمونري فينز. ذا لفت بالمونري سيرفيس صاير اون ذا لفت سايد، بنشوفها من اللفت سايد اكيد راح يمثل لنا اللفت سيرفيس اوف ذا لفت اتريوم وجزء من اللفت فنتركل، والرايت بالمونري سيرفيس باتجاه المعاكس الرايت اتريوم وجزء من الرايت فنتركل. الان مارجنز اوف ذا هارت، بالاضافه الى سيرفيس الهارت عنده فور مارجنز، هذه هي inferior margin، وهذه هي left right margin، وهذه هي left margin، وأكو margin ثانية تختلف عن left، أيضا صار left تكون هاي rounded تسميها the obtuse margin. The inferior margin أيضا تسمى acute margin، acute معناها حاد يعني زاوية حادة، والobtuse معناها منفرج زاوية منفرجة، هذه يسوي لنا زاوية حادة ويا الدايفرام، وهذه يسوي زاوية منفرجة ويا الدايفرام، هسه راح نشوفها. اللفت والرايت مارجنز هي نفسها اللفت والرايت سيرفيسز، يعني اللفت مارجن هو اللفت اتريوم والفنتركل، والرايت مارجن هو نفس الرايت اتريوم والرايت فنتركل، نفسها هي الرايت بالمونري سيرفيس وهذا نفسه اللفت بالمونري سيرفيس. الانفيرير مارجن او الاكيوت مارجن اللي هي صايره انفيريرلي تفصل لنا الانتيرير سيرفيس عن الانفيرير سيرفيس، formed mainly by the right ventricle واللفت فنتركل near the apex، هذا هو الابيكس. الابتوز مارجن قلنا هو صار على اللفت سايد بس يختلف عن اللفت مارجن، يفصل الانتيرير سيرفيس عن اللفت بالمونري سيرفيس، يمتد من اللفت اوركل لحد الابكس، اذا هو يتكون باي ذا لفت فنتركل وجزء من اللفت اوركل. الاوركل سوري ما تكلمت لكم عن الاوركل، الاوركل اذا تجي معنى اوركل معناها اذن، صيوان الاذن مالت الانسان نسميها اوركل، الاذن الخارجيه. هو عبارة عن ear-like projections from the atria. The left atrium عنده ear-like projection هذا left auricle، والright atrium أيضا عنده ear-like projection هذا اسمه right auricle. دولي surrounding the origin of the pulmonary tract، هذا pulmonary tract بالجهتين على شكل إذانين، هذا تابع للright atrium اسمه right auricle، وهذا تابع للleft atrium اسمه left auricle. هذه ليش سميت margins acute margin obtuse margin؟ اعتمادا على الزاويه اللي راح تحدثها مع الدايفرام، وهذا تفيدنا مهمه جدا من تاخذ اكس راي وتريد تفحص الهارت وتشوف هذه المارجنز هل صاير بيها يعني زايده ناقصه حسب المشكله اللي صايره بوتش تشامبر اوف ذا هارت، هنتعلمها ان شاء الله بعدين من تاخذون الاكس راي. ناو كارديك تشامبرز هندي بالرايت اتريوم، راح ناخذ التفاصيل الداخليه اليه. الرايت اتريوم قلت لكم جزء من عنده اسمه رايت اوركل سراوندينج ذا بالمونري ترانك اير لايك ستراكشر، هذه لاترال فيو فروم ذا رايت سايد، هنا تشوفون هذا المفصل هذا مكان تقدر تفتح من عنده تشوف الانفيريور ستراكشر، هذه هي الاوركل بالضبط تشبه الاذن الاذين اللي هي عباره عن اير لايك بروجكشن فروم ذا اتريوم، عندنا رايت اوركل واكيد عندنا ليفت اوركل شفناها قبل شويه. اول فيتشرز راح تشوفها هي هذا الكريست شيب ستراكشر اسمه كريست تيرمينالس فروم ذا انسايد، ومن الاوتسايد اسمه سالكس تيرمينالس، سالكس يعني جروف، كريست يعني الليفيجن ارتفاع، هنا صاير ديبرشن انخفاض يعني كانما بنضبط اذا خليت هنا شيء ضغطت عليه حيطلع من الداخل على شكل كريست، اذا من الخارج سالكس من الداخل كريست. شنو هذا الكريستا تيرمينالس؟ كريستا تيرمينالس تمتد من الاوبننج اوف سبيلر فينا كيفا للاوبننج مال انفيلر فينا كيفا، تفصل الاتريوم انتو تو ميجر ستراكشر، واحد يكون رف هذا نسميه اتريوم بروبر انكلودينج ذا رايت اوركل، والثاني يكون سموث نسميه ساينس اوف ذا فيني كيفي اللي هو ساينس معناها جيب، الجيب اللي يستلم الاوبننج مال انفيلر والسبيلر سبيلر عند انفيلر فينا كيفا، فسمى هذه المنطقه ساينس اوف ذا فيني كيفي، وهذه المنطقة نسميها اتريوم بروبر الأساسية يعني. هذه تكون رف بينما هذه تكون سموث. سبب الرفنس مال هذه الأريا هذه هو الاتريوم بروبر وهذا رايت فنتركل، presence of this muscular ridges
هذا نسميها ماسكولاي بيكتيناتاي. ماسكولاي بيكتيناتاي هي مصل ريتس موجوده عند اتريوم. بين بقيه الاتريوم يعني اللي صايره posterior to the crista terminalis تكون سموث واللي تستلم الاوبننج مال سوبيريور اند انفيريور فينا كيف. هذه المنطقه نسميها ساينس اوف ذا فينا كيف. اول شيء راح تشوفه قدام عينك من تفتحه راح تشوف هذه الاوفال ديبريشن صايره للداخل فسه اوفالس، فسه على شكل اوفال شيب فنسميها فسه اوفالس اور اوفال فسه. هذا الاوفال فسه عندها رج سوبيريرلي مثل الذراع يحيط بها من الاعلى، هذا اسمه لمبس اوف ذا فسه اوفالي اور ذا لمب اور ذا رج اوف ذا فسه اوفالي. هذا الفسه اوفالي واللمب هي واقعه ضمن هذا الستركتشر اللي نسميه انتر اتريال سبتم. انتر اتريال سبتم هو السبتم اللي يفصل لنا لفت اتريوم الرايت اتريوم هير من اللفت اتريوم من الجهه الثانيه. نعم ذا رايت فنتركل وخصوصا السموث اريا هاز فور اوبننجز. الاوبننج الفوق هي فور ذا سوبيريال فينا كيفا اللي درين بلاد فروم ذا ابر لمب اند هيد اند نيك، والاوبننج جوا هي انفيريال فينا كيفا اللي درين ذا بلاد فروم ذا ابدومن بلفس اند لور لمب. واكو اوبننج هنا صغيره نسميها اوبننج اوف ذا كورونري ساينس. كورونري ساينس هو الفين that drains the heart muscle اللي يسحب البلد من الهارت مسل. الهارت مسل تاخذ بلد سبلاي من ارتري اسمه كورونري ارتري، والبلد سبلاي يرجع للرايت فنتركل رايت اتريوم فروم ساينس اسمه كورونري ساينس او كورونري فين. الاوبننج الرابعه هي الاوبننج اللي تربط لنا الرايت اتريوم ويا رايت فنتركل نسميها رايت اتريو فنتركولار اوريفيس. اوريفيس معناها اوبننج، ورايت اتريو فنتركولار يعني تربط الرايت اتريوم ويا الرايت فنتركل. اللفت اتريوم واللفت فنتركل ايضا يرتبطون بأورفيس اسمها رايت لفت اتريو فنتركولار اورفيس. هسه راح نشوفها. اذا هذه رايت اتريو فنتركولار اورفيس تربط الرايت اتريوم ويا الرايت فنتركل. هذه المنطقه سميناها فسه اوفاليس. اذا عندنا فور اوبننجز، هذه فسه مو اوبننج مغلقه، لكن اذا ترجعها للامبريو الامبلونجيك اندرومات هذه ايضا كانت فتحه، اذا المفروض هنا المفروض خمس فتحات، اول من الطفل مباشره بعد النفس الاول هذا راح تنغلق وتصير فسه اوفاليس. ناو سؤال، شنو فائده هذه الفسه؟ كان اسمها سوري فورامن اوفالي، شنو فائده الفورامن اوفالي بالامبريو وشو وقت تنغلق؟ هذه عليكم ان تحاولوا تبحثون عنها وشوفوا تعلموا عليها ان شاء الله. هذا السوبيريور ريفيو حتى بس نشوف ان الرايت اتريو فنتركولار اوريفيس قلت لكم تربط الرايت اتريوم بالرايت فنتركل. هذا الرايت اتريو فنتركولار اوريفيس بها فالف، الفالف اسمه رايت اتريو فنتركولار فالف. الاتريو فنتركولار فالف سواء كان رايت اور ليفت يتكون من كسب، الكسب هي عباره عن ليف لايك ستراكشر اوراق. On the right side اكو عندنا 3 leaves 3 اوراق او 3 cusps فنسميه tricusp valve. On the left side عندنا ورقتين فقط فنسميه bicusp valve. On the right side اذا tricusp، on the left side هسه راح نشوفها بعد شويه bicusp، وحتى ما تنساها right ri tricusp ri. Now نجي على الرايت فنتركل، هذا هو الرايت فنتركل مثل الجزء الكبير من الانتيرير سيرفيس اوف ذا هارت. اذا نفتح هذا السكشن اللي ينفتح نشوفه راح نشوف هذا الداخل مالته، هذا هو الرايت فنتركل، هذا الليفت فنتركل، هذا الليفت هذا الرايت فنتركل من فوق. مثل ما تشوفون تكنس مالت الليفت فنتركل اكثر بثلاث مرات من التكنس اوف ذا رايت فنتركل، اكيد لانه الرايت فنتركل الليفت فنتركل عليه ضغط هوايه، هو يضخ البلد تو ذا يورتا لبقيه انحاء الجسم، بينما الرايت فنتركل يضخ البلد تو ذا بالمونري المن لللانجز. هذه المفروض تعرفوها اللي عندنا سيستميك وبالمونري سيركوليشن. يفصل بين الاتريو والفنتركل اكو هذا الثيك سبتم نسميه انتر فنتركولار سبتم، وقلنا المفروض انتم تعرفون انه ماكو كونكشن بين ذا تو فنتركلز من الرايت والليفت، وايضا بنفس الوقت ماكو كونكشن بين ذا تو اتريا. مثل ما شفنا انه رايت اتريوم قسمناه الى اريا رف واريا سموث، هذا ايضا انقسم الى اريا رف واريا سموث. المنطقة الأوريجين أوف ذا بالمونري ترانك اللي يطلع من عندها البالمونري ترانك أو البالمونري أرتريس تسميه تكون سموث، أما بقية الفنتركل تكون رف. وحتى باللف فنتركل بعد راح نشوفه المنطقة اللي يظهر من عندها البالمونري أورتيك الأورتا تكون سموث وبقية الفنتركل تكون رج
على شكل رف. هذه المنطقة اللي سموها نسميها كونس ارتيريوسس اور بلمونري انفونديبولار، كونس ارتيريوسس اور بلمونري انفونديبولار. بالمناسبة بنطلع عليكم مصطلحات جديدة، حاول توقف الفيديو تكتبها على صفحة وتحفظها وتعرف شنو معناها وتقراها أكثر من مرة وبعدين تكمل الفيديو حتى لا تصعب عليك لا تزايد عليك المصطلحات. هذه الكونس ارتيريوسس هي منطقة الأوريجين اوف ذا بلمونري ترانك. البلمونري ترانك عند من يطلع من الرايت فينتريكل guarded by a valve، هذا الباب اسمه سيميلونر باب. الباب مال الايورتا والبلمونات نسميهم سيميلونر. ليش سيميلونر؟ لانه يتكون من 3 كاسب، كل كاسب تشبه الهلال، سيمي يعني يشبه لونر الهلال. هذا مثلا البلمونات عنده 3 سيميلونر كاسب، واحده اسمها انتيرير سيميلونر، والثاني اسمه رايت سيميلونر على الرايت سايد، والثالث اسمه ليفت سيميلونر كاسب. بالمجموع هذا نسميهم بلمونري باب. اذا اول منطقه من الرايت فينتريكل هي هاي المنطقه السموث، نسميها كونس ارتيريوسس اللي هي سايت اوف اوريجين اوف ذا بلمونري ترانك. البقيه الفنتريكل تكون رف ويحتوي على ماسكولار ريدجز، هذه نسميها ترابيكولاي كارنياي. ترابيكولاي كارنياي، ترابيكولاي كارنياي هي عباره عن ماسكولار ريدجز اند بريدجز، هي عباره عن ارتفاعات من المسلز تنتشر بالرايت فنتريكل وبالليفت فنتريكل على نفس الشكل، يعني راح نشوفها بالرايت ونشوفها بالليفت فنتريكل. من ضمن هذا الترابيكولاي كارنياي اكو بعض من 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 هذه الترابيكولاي يكون سبيشالايز وتكون على شكل حلمات كبيره تسمى بابيلاري مصل. وظيفه هذا البابيلاري مصل ترتبط بالكاس مالت الباف، وهي تساعد كنترول اوف كلوجر اون اوبننج اوف ذا باف، هي اللي هي اللي تنظم دخول وخروج البلاد، عفوا دخول البلاد من الاثريا للفنتركل عن طريق هذه الباف. هذه اللي هي الترابيكولاي كارنياي وهذا جزء من البابيلاري مصل. نعم قبل شوي قلت لكم انه هو الرايت سايد الرايت اتريو فنتركولار اورفيس الاوبننج مالته ترايكاسبيد باب، لان الرايت ترايكاسب، بينما الليفت سايد هو بايكاسب باب. يعني الرايت اتريو فنتركولار باب بي 3 كاس، المفروض الرايت فنتركول عنده 3 بابيلاري مصلز، بينما الليفت فنتركول المفروض عنده 2 بابيلاري مصل، لان الفالف مالته هو بايكاسب بي 2 كاس. هذه الفيو حتى دا اشوفكم 3 بابيلاري مسلز، هذه وحده صايره انتيريرلي نسميها انتيرير بابيلاري مسل، وحده صايره بوستيريرلي نقول بوستيرير بابيلاري مسل، وحده صايره اون ذا سبتم نسميها سبتال بابيلاري مسل. كل بابيلاري مسل هاز ا ثريد لايك تندنز اتاش تو ات، وهذا التندن يطلع من البابيلاري مسل اند اتاش وير تو ذا كاسب اوف ذا باب. مثل ما تشوفون هذا الابيض هي التندنز، هذا التندن نسميها كورداي تندينياي، كورداي تندينياي. مثلا هذه البابيلاري مسل مال الفنتركل، هذه هي الكورداي تندينياي اتاش تو ذا كاسب، وهذه هي الكورداي تندينياي اوف ذا بوستيرير بابيلاري مسل اتاش تو ذا بوستيرير كاسب اوف ذا تراكاسب. تراكاسب هذا بوستيرير كاسب، هذا هو السبتال كاسب، وهذه هي السبتال بابيلاري مسل. والانتيرير كاسب هنا ما موجود بهذه العينه، مقطوع مجتوع نسميه انتيرير كاس. هذا الكورداي تندينياي تابع لهذا المصل، تابع المصل اللي بعد البوستيرير دوتس. راح نشوفه، نشوف هنا قبل شويه شفناه، هذه هي البوستيرير بابيلر مصل وهذه هي الكورد لايك مالته. من شويه اخذت الصوره من بالاتجاه بينت صايره بوستيرير، المفروض هذه هي كورداي تندينياي اوف ذا بوستيرير بابيلر مصل which attached to the posterior cusp of the tricuspid valve. نعم واحدة من هذه الترابيكولاي كارنياي اللي هي نسميها سبتو مارجنال ترابيكولي. هذا السبتو مارجنال ترابيكولي passes from the septum to the margin، يعني attached the septum to the anterior papillary muscle، تسمى moderator band. ليش تسمى moderator band؟ لان هي تنقل electrical activity من السبتم توصل الانتيرير بابيلاري مسل تو كنترول ذا فانكشن اوف ذا اذر بابيلاري مسل، ولذلك سميت مودريتر باند. فقط موجوده بالرايت فنتركل، ماكو عندنا هيك باند بالليفت فنتركل. نعم ترايكاست باف قلنا الباف اوف ذا رايت اتيو فنتركولار ايرفيس يكون ترايكاست، تراي ار اي رايت، انتيرير كاسب، سبتال كاسب، وبوستيرير كاسب. بهذه العينه هذا البلاستيك موديل الكبير راح نشوف الكاسب او الترايكاسب باب، هذه الرفعه هنرفعها ونشوف الداخل، هذا
هذا هو رايت فينتريكل، هذه الكاس هسه هاي ريفلكتد، راح ارفعها بايدي حتى نشوف التفاصيل مالتهن. هذا الكاس اسمه سبتال كاس، هذا سايد بوستيريرلي اسمه بوستيرير كاس، المفروض اكو واحد هنا انتيريرلي ايضا مقطوع اسمه anterior cusp of the tricuspid part. كل cusp attached by cordae tendineae و attached it to the papillary muscle. هذا هو الموديل papillary muscle، هاي واحدة من papillary muscle وهذه واحدة وهذه واحدة، هاي anterior هاي septal هاي posterior papillary muscle. Now the left atrium، left atrium اذا نجي التفاصيل مالته تقريبا يشبه ال right atrium. left atrium صاير posteriorly، هو المكان اللي يستلم ال pulmonary veins، من هذا الهنج نقدر نفتحه ونشوف الداخل مالته. ايضا ينقسم الى رف اريا وسموث اريا. الرف اريا فقط موجوده in the oracle، هذه هي الاوركل. بهذا البلاستيك موديل ما راح نشوف التفاصيل مالته، فقط هو هنا مغلوق الفتحه، بس المفروض هذه الفتحه مفتوحه وداخل الاوركل هو يكون رف بها ماسكولاي الماسكولاي بيكتينيتاي. ولما البقيه تكون على شكل سموث، هذه تستلم ال veins of the pulmonary veins، لأن احنا نعرف left atrium يستلم ال pulmonary veins. Be the following opening، هذه ال opening الأولى اللي هي through to the left ventricle نسميها left atrioventricular orifice، والباب اللي موجود بها المفروض اسمه bicuspid valve أو أيضا يسمى بالميترال valve. إذا تقدون بحثوا عن ليش bicuspid valve يسمى ميترال valve، إلي يعني سبب. بعد عندنا هذه الاوبننج اوف ذا رايت بالمونري فينز وهذا الاوبننج اوف ذا ليفت بالمونري فينز، بالاضافه الى هذا الدبرشن اللي هو يعادل من الصفحه الثانيه من الرايت اتريوم يعادل فوسا اوفاليس، هنا نسميه فاف اوف ذا فورامين اوفالي. الفورامين اوفالي قبل شويه ذكرت لكم انه اكو فورامين بالامبريو كان اسمه فورامين اوفالي، هذا الفورامين اوفالي عندها فاف يسيطر على الدخول وخروج البلاد من الرايت اتريوم للليفت اتريوم اسمه فاف اوف ذا فورامين اوفالي. لما تنسد الفتحه من ذيك الصفحه من الصفحه الثانيه وصارت فوسه اوفالي بقى هذا الباب ريمننت جزء من عنده باقي هنا نسميه باب اوف ذا فورامين اوفالي. اكيد ذيس از ذا انتر اتريال سبتم ويتش سيبريت ذا ليفت اتريوم فروم ذا رايت اتريوم. لاستلي اخر تشامبر بالهارت هو ذا ليفت فنتركل. الليفت فنتركل يمثل لنا الانفيرير سيرفيس وجزء من الانتيرير سيرفيس. تفاصيل الليفت فنتركل تشبه الرايت فنتركل ايضا بها trabeculae carniae و papillary muscles. The left ventricle يحتوي على two papillary muscles لأنه the valve of the left ventricle هو bicuspid with two cusps. هذه posterior cusp و anterior cusp مثل ما احنا. This is the anterior papillary muscle. هذه هي posterior papillary muscle. كل papillary muscle attached to a cordae tendineae which attached to the cusp of the valve. هذا هو septal cusp of the mitral valve. ايضا الفنتركل كله رف ما عدا منطقه خروج البلد من الايورتا تكون سموث، مثل ما شفنا هنا الرايت فنتركل كله رف شكله ما عدا المنطقه خروج البلمنترا تكون سموث. هناك ايضا راح نشوف بهذه الصوره كل الليفت فنتركل رف ما عدا منطقه خروج الايورتا تكون سموث. هنا اذا نتذكر بالفنتركل بالرايت فنتركل سميناها كونس ارتريوسس او بلمنر فونتيفيلم، هنا نسميها aortic vestibule. The aortic vestibule هي منطقة الأوريجن of the aorta from the left ventricle أو تسمى outflow tract of the left ventricle، منطقة خروج الأورتا from the left ventricle. أيضا the valve is a semilunar valve with three cusps، شكلها شكل تشبه نصف الهلال، وهذا الكسب يسمى right cusp, left cusp and the posterior cusp. المفروض هذا بعد يفتر شوية حتى تبين هذه on the right, left and the This is the posterior cusp. هذه هو الأيورتيك فالف. Now, cardiac conduction system. شو نقصد بالcardiac conduction system؟ أولاً هذه التو بلاستيك موديلز اللي شوفنا تفاصيل cardiac conduction system بالداخل مالته، تقدر تستخدم هذا تقدر تستخدم هذا، هذا شوية أكثر تفاصيل بيه. إذا نفتحها راح نشوف بيه كالآتي. الcardiac conduction system هي عبارة عن specialized cardiac muscle، مصل خاصة صارت for the يعني formation and يعني excitation and transport of cardiac impulse or electrical activity to control the contraction of the heart. The heart control itself by itself، يعني ما يعتمد على nerves من الخارج وإنما nerves من داخله، وهي بالحقيقة مو nerves وإنما specialized cardiac muscle. عبارة عن two nodes اثنيناتهم موجودة بالright atrium. هذا النود اسمها sino atrial node.
ساينو او اس اي نود او تسمى البيس ميكر، هي المنظمه للهارت تكون نير ذا اوبننج اوف ذا سبيرال كافي. منها بدها تطلع الامبالسز تو ذا اتريوم، وبعدين تروح النود الثانيه اسمها اترو فنتركولار نود، اي في نود الجيت كيبر حارسه البوابه، اي في نود نير ذا اتريو فنتركولار ارفيس. بعدين من عندها يطلع تراك او بندل او نيرف كبير اسمه اي في بندل اتريو فنتركولار بندل او بندل اوف هيس، يفوت بالسبتم بين تو فنتركلز وينقسم الى ليفت بندل برانش اون ذا ليفت سايد اكيد، ورايت بندل برانش اون ذا رايت سايد، وهذا بعدين ينقسم الى فروع صغار، هذه الفروع الصغار نسميها بيركنجي فايبرز، منتشر على طول الفنتركلز. نعيده اس اي نود ساينوتريال نود، بعدين اي في نود ذا اتريو فنتركولار نود، بعدين اي في بندل اور ذا بندل اوف هيس، بعدين left bundle branch and right bundle branch وتنتهي بالبيركنجي فايبرز. من هذه الصورة من النت اخذتها، هذا هو الاس اي نود، من عنده راح تروح الامبالسز ثرو ذا اتريا، يصير كونتراكشن اوف اتريا، بعدين توصل للاي في نود، يسوي ديلي شوية ياخر الامبالس ما يوصلها مباشرة حتى تكمل الكونتراكشن مال الاتريا وتضخ البلاد للفنتركلز، بعدين يلا يوصل الكتريال اكتيفيتي للفنتركل، توزع على الفنتركلز ويصير كونتراكشن. من توقف هذا الكونتراكشن مال الاتريا يصير كونتراكشن مال الفنتركل حتى تدخل البلاد ثرو ذا جريت فيسلز ذا يور بالمنري ترانكان ذا يور، مثل ما تشوفون بهذه الانيميشن. شوف هنا هذه الامبال صارت انتشرت، صار كونتراكشن اوف ذا اتريا، صار شويه تاخير هنا، بعدين راحت الفنتركل، لما خلصت الاتريا كونتراكشن وصارت ريلاكس وانسدت الباف، يلا صار كونتراكشن اوف ذا فنتركلز. ومثل ما تشوفون الامباس تبدي من الابكس للاعلى، ليش؟ حتى يصير ملكينج اوف بلاد او يعصره سكويزنج ذا بلاد من الابكس باتجاه البالمال ترانك اند ذا ايورتا. امبورتنت سبجكت هو الكورونري ارتريز، ما راح ادخل بتفاصيل به بس راح احكي لكم الارتريز العامه اللي هي سايد كورونري ارتريز او الفينز. عندنا احنا كورونري ارتريز تحيط بالهارت بالكورونري سالكس، تحيط بها مثل التاج بالذات نسميه الكورونري، وعندنا على الانتيرا سيرفيس اكو ارتري اسمه انتيرا انترفنتركولار، وعلى الانفيرا سيرفيس اكو ارتري اسمه بوستيرا انترفنتركولار، وعلى الليفت سيرفيس اكو ارتري اسمه ليفت مارجنال، وعلى الرايت سيرفيس اكو ارتري اسمه رايت مارجنال. اذا عندنا رايت اند ليفت كورونري، وعندنا رايت مارجنال وبوستيرا انترفنتركولار، وعندنا ليفت كورونري، وعندنا انتيرا انترفنتركولار، عندنا ليفت مارجنال، سته، ثلاثه اون ذا ليفت وثلاثه اون ذا رايت. هسه راح نشرحها على السريع. عندنا الكورونري ارتري هو رايت وليفت، وعندنا واحد انتيرير واحد بوستيرير واحد ليفت واحد رايت، بالضبط هكذا على تحيط بالهارت من كل الاتجاهات وتغطي كل مساحه الهارت. ونقطة مهمة انه هذه الكورونري ارتريز هي اند ارتريز، ماكو انستوموسيس بيناتهم مثل ما تشوفون. يعني معناها اذا صار قطع او انسداد، سوري انسداد ما قطع، واحد من هذه الشرايين المنطقة اللي سبلايد باي ذيس ارتري ويل بي داي، وهذا ما يسمى بالمايترال فراكشن ام اي. الان هذه البلاستيك موديلز، هذا هو انتيرير فيو، هذه بوستيرير فيو. راح نشوف التو كورونري ارتريز، هذه الكورونري ارتري اون ذا رايت سايد من البالمونري ترانك، اون ذا ليفت سايد هذا اون ذا رايت سايد سوري رايت كورونري ارتري، من البالمونري ترانك اون ذا ليفت سايد هذا ليفت كورونري ارتري. Again this is the right coronary artery, this is the left coronary artery. Right coronary artery باتجاه right atrium, left coronary artery باتجاه left atrium. بنشوف الكوبلمونري فينس، هذا هو left هذا هو right. هذا anterior وهذا posterior. اذا هذا anterior interventricular هذا posterior interventricular. هذا right margin هذا نسميه right marginal، وهذا left margin هذا نسميه left marginal. هكذا راح تحفظها بسهوله بدون ما ندخل بالتفاصيل مالتهم. هذه coronary arteries، here is the left here is the right، هذا هو anterior interventricular، هذا posterior، هذا هو left marginal، هذا هو right marginal. coronary artery من الاوريجن مالته، الاوريجن طبعا هي coronary artery سواء كان right and left، الاوريجن من ascending aorta. هنا راح نشوف من الراس سايد اوف ascending aorta، من ترفع هذه تفتح الاتريوم تشوف الاوريجن مالته، راح يمشي بالكورونري سالكس، ينقص سمول فنتركولار برانش يعني مو مهمه، من يوصل للمارجن هذه
on the right side اذا راح ينطينا right marginal. اذا هذا right coronary artery من يوصل للمارجن راح ينطي right marginal وبعدين يكمل بالبوستيرير انتر فنتركولار جروف، حيكمل على شكل بوستيرير انتر فنتركولار artery. coronary artery من يوصل للمارجن ينطي right marginal ويكمل يدخل بالانتيرير بوستيرير انتر فنتركولار sulcus يصير اسمه بوستيرير انتر فنتركولار artery. نجي للليفت coronary artery. الليفت اوريجن ايضا من الاسندنج اورتا بيهايند ذا بالمار ترانك، ما راح نقدر نشوف الاوريجن مالته، فرسمت هنا مخطط بالضبط هذا شكله. من يوصل للليفت اوركل راح ينقسم الى قسمين، قسم جزئين تو برانش، برانش يدخل بالانتيرير انترفنتركولار سالكس بنسميه انتيرير انترفنتركولار ارتري او برانش، وبرانش يفتر سيركونفلكس ارتري يفتر حول الليفت بوردر اوف ذا هارت بنسميه سيركونفلكس برانش. سيركونفلكس هو راح ينطينا الليفت مارجنال ارتري من فور الهارت السيد عن فور الهارت، هذه هيك الدايجونال برانش يعني مو برانش مهم. من راح نفتر الهارت راح نشوف السيركونفلكس هذا الانتيرير منها طلع الليفت كورونري من يوصل للاوركل حينقسم الى انتيرير، هذا لا شوفه من الليفت سايد الهارت والسيركونفلكس. السيركونفلكس يوصل الليفت مارجن راح ينطينا الليفت مارجنال ارتري وينتهي. اذا الليفت كورونري ارتري ينقسم الى anterior interventricular و circumflex، و circumflex راح ينطي left marginal artery answer. خلاص هذه summary سريع عليه. اذا عندنا left coronary يظهر من left side يفتر على left border هذا ينقسم، وهذا right coronary يطلع من right side جوا right atrium ويفتر على right corner of the heart ويحيطون بالهارت على شكل كراون، لذلك يسمونه كورونري ارتريز. الليفت كورونري ارتري اول ما يطلع يظهر اندرنيث من البلمان تراك ينقسم الى تو برانش، واحد اسمه انتيرير انتر فنتركولا، واحد اسمه سيركونفلكس. السيركونفلكس يكمل على الليفت مارجن فينطينا ليفت مارجن ارتري. اذا الليفت كورونري ينطينا انتيرير انتر فنتركولا ينطي ليفت مارجن. البوستيرير كورونري ارتري من يوصل للرايت مارجن اوف ذا هارت بهالاتجاه ينطي ليفت مارجن ارتري. وبعدين يكمل بوستيرير لي على شكل بوستيرير انتر فنتركولار ارتريز. ناو ذا كارديك فينز، عندنا 5 كارديك فينز، ذا ميجر وان از ذا كورونري ساينس، والبقيه جريت كارديك فينز، ميدل، سمول كارديك فين، بوستيرير كارديك فين، اكو سمول فينز نون امبورتنت لما تعرف عليها بالنظر ان شاء الله. هذه بوستيرير فيو، هذه شويه لاترال فيو فروم ذا ليفت سايد. الكورونري ساينس موجود بوستيريرلي، هذا هو الكورونري ساينس. يبدأ الكورونري ساينس على شكل anterior interventricular vein بالanterior interventricular proof، من يوصل الأوركل راح يصير اسمه great cardiac vein يعني تقريبا نهاية الanterior interventricular proof، ويكمل عند coronary sulcus posterior اللي راح يتوسع ويصير اسمه coronary sinus. إذا great cardiac vein هو continuation مال anterior interventricular vein ويكمل بالسلكس على شكل coronary sinus. الميدل كارديك فين هذه الاوبننج ان ذا اوبننج كورونري ساينس، بعدين اكيد راح ينتهي بالرايت اتريوم. الميدل كارديك فين هو ان ذا بوستيرير انتر فنتركولار سالكس، بينما السمول كارديك فين ان ذا كورونري سالكس فروم ذا رايت سايد، هذا هو السمول كارديك فين. وذا بوستيرير كارديك فين صاير اون ذا ليفت مارجن اوف ذا هارت. ذا كورونري ساينس اكومباني ذا كورونري ارتري. The great cardiac vein accompanies the anterior interventricular vein. The middle cardiac vein يمشي ويا posterior interventricular vein. The posterior cardiac vein يمشي ويا left marginal artery. The small cardiac vein يمشي ويا coronary artery from the right side. وأكو بعد small veins هاي نسميها anterior veins of the right ventricle، هذه ما تدخل بالcoronary sinus وإنما drains directly into the رايت اتريوم. بالمناسبه كل الفينز اللي قبل شوي حكيتها اللي هي الميدل والبوستيريور والسمول والميدل والجريت كلها بالاخير بتفتح بالكورونري ساينس، ومن الكورونري ساينس تروح للرايت اتريوم. بينما هذه السمول كارديك فينز فينز تكون العفو فينز اوف ذا رايت فنتركل تكون على الرايت فنتركل تفتح مباشره بالرايت اتريوم. ناو اخر موضوع هتكلم عليه جريت فيزلز، نستخدم هذه البلاستيك الموجوده عندنا بالمختبر كلها متشابه التفاصيل مالتها، راح اخذ هذه البلاستيك مدر اوضح وحده
حنبدي من الارتري والفينز. هذا الارتري تعرفوه اكيد ارتش اوف ذا، الارتش اوف ذا يورتي راح ينطي 3 برانش. هذا البرانش اسمه بريكيو سيفاليك ترانك، بريكيو فور ذا ابر لمب، سيفاليك فور ذا هيد اند نيك. هذا واحد. بوستيرير تو ات راح يجي اللفت كومن كاروتيد ارتري، وبوستيرير تو ات راح يجي السب كليفين ارتري. البريكيو سيفاليك ترانك اكيد راح ينقسم انتو 2 برانش، واحد للهيد اند نيك نسميه رايت كومن كاروتيد، والثاني رايت سب كليفين ارتري. سوبيلير بينا كيفي، سوبيلير بينا كيفي صاير من الجوينينج اوف تو فينز اللي هي ليفت بريكيو سيفاليك ورايت بريكيو سيفاليك. كل واحد من هذه الفينز جاي من جوينينج اوف تو لارج فينز، ذا انترنال جوجلر وسب كليفين. انترنال جوجلر وسب كليفين سوينا بريكيو سيفاليك، ومنطقه التقاء تو فينز هي بالضبط صايره بوسيلر تو ستيرنو كلافيكولار جوينت. In addition to that, بهذا البلاستيك موديل راح نشوف هذا اللارج فين that drains directly into the left brachiocephalic vein جاي من الثايرويد جلاند اسمه inferior thyroid vein. هذه نفس التفاصيل بالضبط ما راح اعيدها، وهذه ايضا نفس التفاصيل، بس هنا كان اكو عندنا فين اسمه inferior thyroid، هنا اجى مكانه مخلين artery. هذا الارتري اسمه thyroid ema artery. thyroid ema artery هو rare variant موجود 5 إلى 10% فقط من population، يعني ينطي blood supply rise from the arch directly. الآن آخر موضوع هنتكلم عنه هي pulmonary artery and pulmonary veins. pulmonary artery هو اللي صاير superiorly، والpulmonary veins صاير inferiorly. دائما الطلاب يغلطون به انه على اللون، لا تعتمد على اللون ابدا. هنا مثل بهذا البلاستيك موديل معتبر البلمونري ارتري ازرق والفين احمر. احنا ما نعتمد على اللون، نعتمد على البوزيشن. الارتري فوق والفينز جوا، الارتري عاده واحد والفين اكثر من واحد. مثلا هذا اللانج موجوده عندكم بالمختبر، شوفوا هنا مسوي الارتري احمر والفين ازرق قالب الالوان. احنا هون نعرف هذا ارتري وهذا فين، الارتري فوق والفين جوا، ارتري واحد والفين اكثر من واحد. ثانك يو وجود لاك، واتمنى لكم النجاح والموفقيه، وان شاء الله نيل اعلى الدرجات، واتمنى لكم مستقبل باهر ان شاء الله، وبرونا الذمه دمتم سالمين.